أيضا سنبقى بنفس الملف، ينضم إلينا عبر الهاتف الصحفية المختصة في شؤون التعليم الأستاذة شروق طومار. أستاذة شروق، مساء الخير. مساء النور، أهلا وسهلا. أهلا بك. يعني 700,000 طالب سوف يلتحقون بالمدارس صباح الأحد المقبل، كيف تابعت مسألة العودة للتعليم الوجاهي؟ يعني أولا التعليم الوجاهي كما نعلم هو الحالة الطبيعية لعملية التعليم والتعلم، ولذلك فإننا يعني نرحب أكيد بهذا القرار، ونتمنى أن يعود الطلبة جميعا إلى مدارسهم. العودة التدريجية كانت أحد الخيارات المناسبة برأيي للتعامل مع الحالة الوبائية، وحتى لا يبقى الطلبة بعيدين عن مدارسهم، وحتى لا نستمر في الإغلاق أكثر من ذلك لمدة أطول من التي تمت. التحفظ الواضح على موضوع أو مسألة العودة، أنني يعني أتخوف حقيقة من جاهزية وزارة التربية والتعليم لتطبيق البروتوكول وإجراءات الوقاية في المدارس الحكومية، وهذا الأمر يعني ربما يعيدنا إلى مشكلة الانتشار العدوى أو عدم القدرة الفعلية على تطبيق إجراءات الوقاية وإجراءات السلامة. أنا أخشى أن يكون سبب يعني تتذرع به وزارة الصحة أو توصي الجهات الصحية المختصة بإعادة إغلاق المدارس بسببه. في الحقيقة ربما يكون يعني السبب في ذلك هو أولا أن البروتوكول الذي وضع هو غير عملي، وأيضا نحن نعلم أنه بشكل عام يعني تطبيق التعليمات في مدارسنا الحكومية لا يجري كما يعني نتمنى وكما يتم الترويج له بالشكل المثالي، لا يوجد هناك رقابة دقيقة. وأيضا مشكلة الاكتظاظ الصفي الموجودة في المدارس الحكومية حتى قبل كورونا سوف تعيق هذا الأمر حتى لو تم يعني دوام الطلبة بالتناوب. تعتقد بأن البروتوكول المعلن عنه سيكون غير عملي فعلا؟ يعني هناك بعض التفصيلات غير العملية، يعني أنا يعني لست متأكدة من إمكانية فعلا توفير مترين بين كل طالب وآخر في المدارس الحكومية. أيضا يعني هناك بعض يعني الجوانب التي تتعلق بطبيعة الدوام المدرسي والتفاعل بين الطلاب، يعني كيف سنضمن بقاء الطلبة بعيدين عن زملائهم وأقرانهم؟ هذا الأمر يعني حقيقة هو غير عملي. يوجد الكثير أيضا من التحديات النفسية والاجتماعية التي سوف تواجه الطلاب ومعلميهم. أنا لا أعلم يعني إذا كانت وزارة التربية والتعليم التفتت بالفعل إلى هذه التحديات وأخذتها بعين الاعتبار وجهزت نفسها وجهزت معلميها للتعامل معها، يعني كيف يمكن أن نضمن بقاء طلبة الصفوف الثلاثة الأولى وهم يعني في سن مبكرة جدا أن يبقى كل طالب بعيدا عن زميله؟ يعني ستكون الغرفة الصفية هي أشبه ب، لا أريد أن أقول بالسجن، ولكن ستكون التعامل مع هذا الأمر يعني في غاية الصعوبة. أعتقد أن الوزارة كان ينبغي أن تفكر بالأمر بطريقة مختلفة بتقليل أعداد الطلاب أكثر في الغرفة الصفية الواحدة وتقليل ساعات الدوام و يعني استخدام دوام الشفتات بالإضافة إلى التناوب، أفضل من أن يكون يعني شرط التباعد بهذه الطريقة، وأيضا إلغاء الحصص التفاعلية والأنشطة الرياضية والفنية. يعني الطلاب أكيد بشوق كبير للعودة لمدارسهم من أجل ممارسة هذه الفعاليات، وليس فقط من أجل الجلوس على مقاعد الدراسة مكتفين والاستماع لأساتذتهم كما كانوا يفعلون في بيوتهم أثناء تعليق دوام المدارس. يعني هذه التحديات كلها لم أسمع من وزارة التربية والتعليم خطة للتعامل معها، ولذلك يعني إثارتها أمر مهم، والتعامل معها يعني سيكون تحدي كبير إذا لم يكون هناك تحضير جيد بشأنها. نعم، الوزارة تحدثت عن الفاقد التعليمي، يعني ما هي، كيف تقرأين هذا الأمر؟ كيف تتابعينه؟ ما هي المقترحات؟ يعني بالتأكيد طبعا نحن نعلم أن الفاقد التعليمي خلال الفترة الماضية وصل إلى مؤشرات يعني خطيرة جدا،
والفاقد التعليمي ليس بنفس النسبة وليس بنفس الحدة لدى جميع الطلبة. هناك طلبة كان الفاقد التعليمي لديهم أكثر من غيرهم بسبب يعني عدم توفر وسائل التعلم لديهم أو عدم قدرتهم على الاتصال بشبكات الإنترنت، وبالتالي يعني أيضا هذا الأمر سوف يشكل تحدي آخر لوزارة التربية وللمعلمين، لأنه لدي يعني سيترتب عليها أولا انعكاسات أكاديمية، هناك سيكون فروقات كبيرة بين الطلاب، وبنفس الوقت أيضا هناك جوانب نفسية وجوانب اجتماعية عندما يشعر الطالب أنه غير قادر على مجاراة زملائه أو أن هناك خجوة عميقة بينه وبين زملائه في الصف. هذه الأمور أيضا يعني صعبة جدا، ولذلك يعني لم تعلن وزارة التربية والتعليم بعد عن خطتها التفصيلية لمعالجة الفاقد التعليمي، ويعني يفترض أنه غدا سوف يتم الإعلان عن النتاجات الحرجة التي سيتم التركيز عليها في عملية تعويض الفاقد. يعني ننتظر أن 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 نشاهد ونق يعني نفهم كيف يمكن أن تقوم الحكومة ووزارة التربية بهذا يعني بهذا الشأن. ننتظر ما ستعلنه غدا وزارة التربية، يعني لا نريد أن نحكم قبل أن نشاهد ونحلل ونستطيع أن نقيم، ولكن أعتقد أننا يعني تأخرنا كثيرا وتأخرت وزارة التربية كثيرا في هذا الأمر. يعني غدا الخميس والأحد بداية الدوام، يفترض أن هذه الخطة وضعت يعني مسبقا وتم تدريب المعلمين عليها بشكل يعني مهني وبشكل مكثف خلال الفترة الماضية، لأنه يعني لا يعقل أنه طيب أستاذة شروق تعلن هذه. نعم، هل تعتقد بأن الطالب خصوصا إحنا نتكلم عن طلاب صف أول ثاني ثالث لما يعود إلى المدرسة الأحد المقبل، يعني حيكون عودته عودة طبيعية، ولا أنه سيشعر بأن هناك فارق وفي حالة من الغربة عن المدرسة؟ نعم بالتأكيد، هذا الأمر يعني أنا أثرته أكثر من مرة وربما أيضا على شاشتكم في مقابلة سابقة. نعم. يعني موضوع تأهيل المعلمين لاحتواء الطلاب هو يعني قضية في غاية الأهمية، لأن الكثير من الطلبة رغم أنه يعني ربما يعني نتوقع أنهم لديهم شغف وشوق كبير للعودة لمدارسهم ولقاء معلميهم وزملائهم، لكن أيضا هناك الكثيرين الذين سوف يشعرون ب يعني ضغوط نفسية من هذه العودة، لأن الطلاب في البداية يعني قاوموا ورفضوا فكرة التعليم عن بعد، ولكن مع مرور الوقت الكثير منهم استسهلوا هذا النمط من التعليم في الحقيقة، يعني وأحبوا فكرة يعني الأريحية في التعامل مع العملية التعليمية، الاستيقاظ في وقت يعني لا يشترط أن يكون مبكرا جدا، الاستعدادات ليست يعني صارمة، يستطيع أن يفتح المنصة في الوقت الذي يشاء، يمكنه أن يتابع دروسه بملابس البيت وهو يأكل أو يشرب، كل هذه الأمور، الامتحانات التي جاءت متساهلة. أيضا هؤلاء الطلاب الصغار في السن الذين يعانون في العادة من مفارقة والديهم ومفارقة البيت في بداية العام أو بعد كل عطلة صيفية، يعني لم يعانوا من هذه المعاناة في الفترة السابقة وشعروا بالمزيد من الاطمئنان والأريحية في وجودهم في البيت. كل هذه الأمور بالتأكيد سوف تشكل تحديات كبيرة لدى الطلبة ولدى المعلمين للتعامل معهم. وهناك أيضا المشكلة التباعد الجسدي مرة أخرى، يعني كيف يمكن أن نقنع الطالب أن صديقه أو زميله الذي يعني دائما نقول أن الزملاء قريبين من بعضهم ويحبون بعضهم البعض ويلعبون معا ويتبادلون الأدوات ويتبادلون أحيانا المأكولات وهذه الأمور، الآن ممنوع الاقتراب من بعضهم، ممنوع تبادل هذه الأمور، يعني هناك الكثير من التشويش حقيقة. نعم. والتغيير في المفاهيم، كل هذه الأمور سوف تكون بالتأكيد صعبة جدا على الطلاب وعلى المعلمين، وأيضا المعلمين الذين غابوا عن العملية التعليمية لمدة عام كامل وغابوا عن التعامل مع الطلاب، ينبغي بالتأكيد أن يتم يعني إعادة تأهيلهم. نعم. لكي يتمكنوا من العودة بشكل متدرج وسلس لهذه العملية التي يعني تنطوي على الكثير من التعقيدات والتفاصيل.